بسم الله الرحمن الرحيم. موسى صبيض، رئيس جمعية الكرم والإنصاف التنمية الاجتماعية بالمغرب، ورئيس فرع جمعية الإخلاص للتنمية الاجتماعية. اليوم حضرنا اللقاء التواصلي اللي ترأسه السيد العام البسيط ورئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبتنسيق وبشراكة مع مندوبية الصحة. أنا اليوم أتكلم في الشق الأول قبل ما أتكلم عن القطاع الصحي. للأسف هناك بعض الجمعويين الحاسة والملاسة بهذا المنطق، لأن اليوم جاو كيطفلوا العمل الجمعوي، وأن اللي عنده شي مصالح مشبوهة أو خارجة يمشي يخليها في الزنقة. العمل الجمعوي راه ماشي بلغة التملق، ولكن هو تعريف الواقع الأمر. ثانيا غنتكلم على اللقاء، اللقاء تمحور حول الواقع والآفاق ديال القطاع الصحي بالمدينة. بالفعل القطاع الصحي بالمدينة ولا المشاريع اللي شفنا على الشاشة هي الأغلبية ديالها زائفة. السيدة المندوبة، من هذا المنظر كان بغي نقول لك كفانا من لغات الخشب، الخشب لغة الخشب، الخشب والتدخلات الموسمية، لأن الواقع سيد نفسه ماشي لغات الكذب. حاجة أخرى، المركز الصحي بالعلامة القروي بن يخلف راه ولا صالح لكل شيء سوى الطبيب. بالله عليكم، ساكنة المنطقة أكثر من 40,000 نسمة عندها مستوصف صغير بالأمس القريب كان فيه 3 الطاقم الطبي، اليوم طبيبة واحدة مزاولة، ولكن الطبيب الحاضر الغائب. ما معناها الساعة واحدة كتجي من 11 ل 12 فقط، مع العلم أن الضمير المهني الحي لا يموت. إذن هناك يطرح تساؤل، من يحمي سلوك وبطش مثل هاد الناس المحسوبين للقطاع الصحي؟ ما هو دور المندوبيات الصحة في المحمدية؟ وهذا الشيء راه ماشي معقول، ورسالتنا راه كانت واضحة للسيد العامل اللي كنتمناو فيه الخير بصفته السلطة الوصاية على المدينة والمشرف على جميع القطاعات بالمدينة. فرسالتي هو أنه يفتح تحقيق في الموضوع، أكثر من ذلك أنه يقوم ببعث اللجنة للمركز الصحي بن يخلف. هذه اللجنة تكون دون سابق إنذار. وشكرا للمنبر الإعلامي محمدية بريس.